بارك الله فيكم، مساء الخير أحمد. ومساء الخير لكل المستمعين. وأنا حبيت نشكر الإذاعة الوطنية اللي استدعتنا التلفزة، الإذاعة والتلفزة التلفزة التونسية الوطنية اللي هي بادرت، معناتها مش تستدعينا ومش نتكلموا على القافلة الطبية المتطوعين لغزة لمساندة زملائنا اللي في غزة. بل كل شيء نحب، كيف ما أنت ترحمت على الشهداء، نحب نترحم على كل شهداء غزة من 7 أكتوبر إلى اليوم، وخاصة أنه أغلبية الشهداء مدنيين، معناتها عزل، ما همش عسكر، و 74% أطفال. اليوم معناتها الأخبار تقول 74% منهم أطفال. والترحم زاد على الشهداء المستشفيات، على خاطر في الحروب الكل ما يمسوش المستشفيات، لكن هذايا الدولة الصهيونية هذية ما عندهاش حدود، معناتها المستشفيات الكل دخلت فيهم، وفما الطواقم الطبية والطواقم الشبه الطبية الكلها تمست وتضرت، وفما اللي ماتوا منهم. كل المساندة استهدافهم كان واضح، معناتها إيه معناتها رغم كل معناتها رغم كل انذارات اللي صارت، لكن رغم وبإعانة سكوت جميع الأطراف اللي هي تدافع على حقوق الإنسان وعلى الديمقراطية في العالم وعلى اللي تعلمنا منها احنا حقوق الإنسان والنسائر، ومعناتها مع الأسف فما حتى تطبيق متاع حقوق الإنسان. فما يمكن حقوق الحيوان توا يمكن اكثر من حقوق الإنسان. احسن هلا. دونك الفريق احنا طوعنا قرابه الشهر، مشيتوا قبل السي سليم، اي الفريق اللي مشى عام 2013 اجتمعنا بين بعضنا وقلنا مش نمشي، حضروا روحنا باش نمشي. شنو الاختصاصات وقديش العدد؟ بدينا 17 واحد وصلنا توا 50 واحد، لكن مش نتقسموا على قسمين. القسم الاول فيه اكثر شيء الاختصاصات اللي هي مطلوبه بالاستعجالي، معناتها هي الجراحة العامة، جراحة الأطفال، جراحة الحروق على خاطر برشا ناس، معناتها الواحد جراحة العظام على خاطر فما برشا صغار، معناتها ما نعرفش كان شفتوا حتى الصغار، معناتها مبتوري الأيدي مبتورين، معناتها آخر واحد، معناتها كارثة، معناتها البو يقص طبيب، هو يقص في ساق ولده وولده مات بين إيديه على خاطر لا فما لا بنج لا فما حتى شيء، معناتها فهمت. وهذوما ظهر لي حتى هذوما اللي نشوفوا فيهم احنا كل يوم ما يوصلوش للعالم الاخر، يقصوهم، معناتها حتى الشعوب الاخرين اللي هما يتكلموا على الديمقراطيه ما يوصلوهمش، على خاطر عندي انا زملائي واصحابي لبرا يتكلمهم يقول لي لا وين شفت التصاور هذه، معناتها احنا الوحيدين، تقولش علينا احنا نفبركوا بهم، وهما فبركوا الاليه مش الناس الكل تشاهد تاع النهار الاولين والمغالطات والفيك نيوز فيها. على كل دونك حضرنا رواحنا وقررنا انه باش نمشي، بدينا عملنا كل الإجراءات، وأول إجراء عملناه كتبنا جواب لسيادة الرئيس مش نعلموه مش وصلناه، وقلنا له شنو هو الفريق. وإحنا من اليوم معناتها نزيد أنا نطلب من سيادة الرئيس وناشده أنه يعاوننا مش نتموا هالعملية الإدارية هذه، على خاطر عنا تعطلات إدارية، فما أوراق طلبوهم لنا، معناتها مش يعطيونا الفيزا، السلطة المصرية والسلطة المصرية، فهمت، على خاطر يلزمنا نهزوا معانا مستلزمات بتاعنا. دوك يلزم لوتوريزاسيون ما جاتش من عند فوالا المستلزمات، يلزم فما مستلزمات يلزمنا نشريوهم، على خاطر احنا متطوعين ومتطوعين باش نشريو بنفسنا المستلزمات. طلبنا من الناس ونشكر الناس الكل اللي عاونتها، على خاطر عندنا حساب حليناه في العماده، هو ديجا عنده يمكن 5 سنين تقريبا محلول الحساب هذا، عاوننا فيه سابقا باش نشريو به المستلزمات الطبيه اللي باش نهزوها استعجاليا معانا، خاطر ما نجموش نمشيو بلاش ما يكون عندنا خيوط وعندنا بنج، عندنا اليات للجراحة العظام. داخل فكره معاك، نعم؟ قبل انتم كيفاش مشيتوا وفين مشيتوا بالضبط؟ لكن اليوم اصعب شويه، مش كيف المره الاخرى. المره الاخرى مشينا وهزينا معانا اشياء ومشينا على طريق القاهره ودخلنا على طريق رفح ومشينا في المنطقه الشماليه نتاع غزه، فهمت، ومشينا احنا مشينا معناتها هو الطلب كان من فما مستشفى تابع الحكومة، فهمت، مشينا فيه
في الشمال غزة، وسمحوا لنا مش نمشيوا المستشفيات. أنا مشيت زرتهم المستشفيات كلها حتى نعرف زملاء في مستشفى الشفاء، ومشيت المستشفى القدس اللي هو يهدوا فيه من معناتها قبل مستشفى الشفاء اللي هو تابع الهلال الأحمر الفلسطيني، فما مستشفى الأردن، فما مستشفى أندونيسيا، فما مستشفى الرنتيسي هذا متاع الصغار اللي خرجوا منه المرضى الكل، معناتها مستشفى مختص في السرطان عند الأطفال وفي غسيل الكلى، وفما مستشفى آخر حسيلوا معناتها فماش مستشفى ما استهدفوش.